المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب والتحية عبر قناة المكلا من خلال برنامجنا هذا من الآخر. طبعا هذا البرنامج بدأناه منذ الدورة البرامجية يناير إبريل، وبقيت حلقتين تقريبا. قدمنا من خلال هذا البرنامج العديد من المواضيع التي تهم الأخوة المواطنين، ومنها الخدمات الكثيرة. نحن الآن في بدأنا في النصف الأخير من شهر شعبان المبارك، ومقبلون إن شاء الله على شهر رمضان المبارك، إلا أن الخدمات تزداد سوءا فسوءا، رغم أننا قدمنا الكثير من الانتقادات للجهات المختصة في السلطة المحلية وفي مكاتب الوزارات، إلا أن الخدمات لا زالت. نأخذ مثلا الكهرباء، لاحظتم خلال اليومين منذ البارح وقبل الأمس هناك انقطاعات متكررة وبساعات كبيرة جدا، والمواطن يتساءل. نحن الآن مقبلون على شهر رمضان، مقبلون على فصل الصيف، ومن بدايتها يعني الانقطاعات الزائدة والساعات الزائدة في الانقطاعات، يعني هذا تندر بانقطاعات يعني في رمضان كبيرة. نحن تناولنا مثل هذه المواضيع، لكن لا حياة لمن تنادي. نحن نظل نطرح هذه المواضيع سواء من قناة المكلا أو عبر أجهزة العالم الأخرى، لكن لم أحد يسمع صوتنا وبحت أصواتنا مثل ما يقولون، والوضع هو هو. أيضا أزمة الغاز، رأينا الطوابير في الغاز، وأيضا انقطاع الطرقات، الناس يريدون غاز، مقبلون على شهر رمضان كما أسلفنا، ولكن لا حياة لمن يرد. نحن نحث الإخوة في السلطات المحلية والجهات المسؤولة بأن تراعي المواطنين وتقدم لهم مثل هذه الخدمات المهمة أصلا في حياة كل مواطن، خدمات بسيطة، كهرباء، غاز، مياه، صرف صحي، طرقات، مواضيع يعني بسيطة قدر الإمكان، يعني أن يهتموا بمثل هذه المواضيع التي نطرحها عبر قناة المكلا ومن خلال برنامجنا هذا من الآخر. مشاهدينا الكرام، نحن في هذه الحلقة بصدد موضوع مهم جدا. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن الطرقات داخل مديرية مدينة المكلا، وكان معنا مدير مكتب الأشغال بساحل حضرموت. الآن سنتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الطرقات وتعثر الطرقات، وأيضا الحملات التي يقوم بها مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية مدينة المكلا، حملات الباعة المتجولين وأصحاب البساط. نحن مقبلون كما قلنا على شهر رمضان، ومكتب الأشغال يقوم بمثل هذه الأعمال. وسنأخذ قلب المكلا، منطقة الشرج هي قلب المكلا كما يقولون، لأنها هناك زحمة وهناك كثير من البساطين والباعة المتجولين، هناك كثير الآن من خدمات الطرقات التي تعتمل في منطقة الشرج، هناك أوقات غير مزمنة كما قلنا. نحن مقبلون على شهر رمضان، والآن الحركة تزيد في مدينة المكلا، ومنها منطقة الشرج التي تكتظ بالسكان وبالزائرين، ومن مختلف مديريات المحافظة أو من بعض المدن الأخرى يأتون لقضاء حاجاتهم لشهر رمضان، وأيضا حتى البعض يتزود بملابس العيد من الآن، يعني كثير من الحركة في داخل منطقة الشرج، وهي كما قلنا قلب المدينة التي يتوافد لها كل المواطنين من كل حدب وصوب. طبعا الزملاء في قناة المكلا كعادتهم أعدوا لنا تقريرا عن المشاريع المتعثرة في منطقة الشرج وبعض المناطق الأخرى. نشاهد هذا التقرير ثم نواصل الحلقة. مدينة المكلا، أو كما يقال عنها عروسة البحر العربي، هذه المدينة التواق أبناؤها إلى رغد العيش والرخاء وتوفير الخدمات الأساسية، كل ذلك مطالب حقوقية لم ينعموا بها في ظل سلطات متعاقبة اكتفت بتأويل الحجز والمبررات. مثلا أنا شفت كيف عندي أولاد، لو نجمعهم كلهم يشتغلون يلا يلا بالضبط، يعني إن احنا نجيب حقنا. في برضه مشاكل ثانية عندنا، مشكلة الكهرباء، الكهرباء أغلى غالية، الماء مرة، وكمان قطع مياه على الناس، هذا لا يمكن يكون أنك تقطع مياه على الناس أو تشيل عدادات، من فين جايبينه هذا؟ الناس ما تقدر تعيش، ما تقدر تجيب شيء. حملات دشنت ليست لأول مرة،
لرفع الباعة المفترشين والمتجولين في منطقتي المكلا والشرج. هذه الحملات يجب أن تطبق بتدابير وإجراءات مستنيرة وبدائل مستدامة، مع تسويات لا تقف حاجزا أمام لقمة العيش الكريم لهؤلاء. فعل الباعة المتجولين هو في الحقيقة ممتاز، يعني يفتح خطوط وينظف البلد من المخلفات حقهم، لكنهم يا أخي ناس طالبين الله ولا يقدرون يستأجرون الإيجارات. الآن الإيجارات أصحاب المحلات رافعين إيجارات سياحية في الأسواق، إيجارات كلها بالسعودي، ولا أحد يحاسبهم. كيف بيحاسبون الباعة المتجولين ولا يحاسبون الناس أصحاب المحلات أصحاب العقار اللي مأجرين بالسعودي ومأجرين حتى باليمني بس بأسعار خيالية؟ يخلونهم يخفضون الأسعار هناك، ممكن صاحب البسطة يستأجر له مكان بسيط كذا ويفعل له، وإيش تطلب الله؟ هذا صاحب البسطة إنسان فاتح بيت، عنده بيت، عنده أطفال، عنده أسرة، لازم يبغى مصاريف يصرف على نفسه يا أخي وعلى عياله، يعني يروح يشحت. اليوم المعاناة تحيط بالمواطن من كل جانب، مشاريع استهدفت إعادة تأهيل عدد من الشوارع، شيء جميل، لكن تزامن ذلك مع قرب دخول شهر رمضان في وقت تشهد فيه المدينة إقبالا واسعا للوافدين من المدن المجاورة، فضلا عن الكثافة السكانية بالمدينة، مع حلول بديلة وضعت المواطن بين زقاق الازدحامات وفوضى الشوارع. والله الاشغال ما شيء، اشغال شغل مضبوط، ما يقومون باشغال في هذا الوقت، مفروض من قبل رمضان يقولون في اوقات مناسبه، مو في وقت الان في ازدحام الناس والناس تتسوق وحاجات، الناس ما يقع في هذا الشغل في هذا الوقت، فاوقات دائما هم في الفضاوف كل ما يكون مش في قرب شهر رمضان الكريم. لم تقتصر المعاناه في قطاع المشاريع قط، بل أن هناك أزمات أخرى ترافق المواطن مع قرب شهر رمضان، تتمثل في استمرار أزمة الغاز الخانقة التي تؤرق حياة الأهالي يوما بعد آخر، ومخاوف من انحطاط خدمة الكهرباء، والعيش في دوامة الانقطاعات المتكررة لساعات طويلة، وعدم تطبيق خطط أمنية تحد من الازدحامات المرورية وعمليات النشر. شاهدنا التقرير ورأينا في التقرير الكل مستاء من بعض المناظر داخل منطقة الشرج وبعض المناطق الأخرى، في الطرقات المتعثرة، كثير من الطرقات متعثرة، حركة مسارات أيضا السيارات عند العمل في هذا الخط أو الآخر، مسارات السيارات تكون زحمة في نفس الخط، يعني ما هناك مثلا تنسيق بين إدارة شرطة السير ومكتب الأشغال بالمديرية وفي منطقة الشرج. أيضا رأينا الباعة المتجولين والبساطين كيف في الشرج وكيف الحملات وما هي الحلول التي ستعمل لهم. هم طبعا كما يقولون رزقهم على هذا البسطات أو البيع المتجول في منطقة مثلا الشرج، هل هناك من حلول مثلا نقلهم إلى أماكن أخرى وهذه الأماكن الأخرى تكون مهيئة ومنظمة سواء للبايع أو الزبائن أو الأخوة المواطنين، تكون مهيئة مسفلة منظمة بشكل ممتاز. رأينا أيضا بعض الأشياء التي ذكرناها في بداية البرنامج، أزمة الكهرباء، كيف الانطفاءات وكيف الظلام الدامس تعيشه مدينة المكلا منذ ليلة البارحة، وأيضا طوابير الغاز لا زالت الناس مستائين من الخدمات. كثير من الأمور المهمة كما قلنا على الجهات المختصة أن تهتم بهذه الأمور المهمة في حياة المواطن في حياة المجتمع، وخصوصا مدينة المكلا مدينة كبيرة ويقطنها كثير من الإخوة الزائرين والمواطنين الذين يريدون متطلبات شهر رمضان والعيد في مثل هذه الأوقات. عموما نحن هذه الأسئلة للمنطقة الثانية في الشرج، سيكون بعد لحظات معنا الأستاذ أنور قاسم الموسطي المسؤول المنطقة الثانية بالشرج التابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا، سنطرح عليه بعض الأسئلة حول التقرير وأيضا الأسئلة التي عديناها له في هذه الحلقة. هناك أيضا الباعة المتجولين كما قلنا هو مصدر رزقهم هذا الموسم، يعني في شهر شعبان وأيضا في شهر رمضان الكل يشتري منهم، فعندما ننقلهم مثلا إلى مكان آخر غير مهيأ هو يقول لك أنا استأت من هذا، فنحن لا ضرر ولا ضرار، يعني لا نضر الأخوة المواطنين ولا البائع،
ايضا المواطن البعض يعني على قد حاله، والكثير من الناس اصلا في هذا الوقت على قد حالهم، يعني لما تشيل هذا البساطين يقول لك وين نروح للمحلات التجاريه، المحلات التجاريه غاليه عليهم ايجار باهظ بالسعودي ب يمكن مئات الالاف من الايجار، كل هذا يطرحه على المواطن، فالمواطن ايضا في هذا الشهر يبغى يعني اشياء جميله. الآن معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ أنور قاسم الموسطي، مسؤول المنطقة الثانية الشرج بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا. أسعد الله أوقاتك أستاذ أنور. أسعد الله أوقاتكم أخي العزيز. طبعا أستاذ أنور، أنتم المسؤولون عن منطقة الشرج مكتب الأشغال العامة والطرق، ورأينا الكثير من الطرقات الآن المتعثرة في منطقة الشرج، ولا هناك أي مسارات أخرى عند العمل في هذه الطرقات بالتنسيق مثلا مع إدارة شرطة السير، فماذا تقولون عن هذا الموضوع؟ أخي العزيز ما أسمع شيء. هتسمعنا كويس؟ ما أسمع شيء أخي العزيز. أستاذ أنور، قلنا نحن أنتم الآن تقومون بأعمال صيانة الطرقات داخل منطقة الشرج. نعم. وهذه الأعمال يعني متعثرة مشاريع منذ ولكن الآن مع قرب حلول شهر رمضان، ونحن الآن في 16 يوم في شعبان ومستقبلين شهر رمضان، تقومون بمثل هذا الأعمال. هناك في منطقة الشرج الكثير من الإخوة الزوار، من الإخوة القاطنين من المناطق الأخرى يشترون ويقضون حاجاتهم، يعني لماذا أتى مثلا الوقت هذا التزمين هذا، ولماذا لا تكون هناك أي مسارات أخرى للطرقات مع بالتنسيق مع إدارة شرطة السير؟ طبعا أخي، أولا شكرا جزيلا لقناة المكلا على الاستضافة هذا. طبعا أخي العزيز، تعرفت هذه المشاريع كانت متعثرة منذ زمن طويل، أرادت المواطنين وأتعبتهم، نحمد الله ونشكره أن جاءت هذه المشاريع برعاية من المحافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبسوط مبارك بن ماضي، وكان له جهد كثير وكبير في هذا الموضوع. تم البدء في العمل، لان احنا نعرف انه قرب شهر رمضان تكون الازدحامات موجوده في منطقه الشرج، خاصه في منطقه الشرج لكونها اسواق شعبيه، ولا يحلو شهر رمضان الا في مثل هذه الاسواق. فالحمد لله رب العالمين، قمنا الان بعمل خطه في منطقه الشرج للحد من الازدحامات باذن الله تعالى. المشاريع التي تمت في منطقه الشرج طبعا بتكون في اربع احياء في مدينه المكلا في منطقه الشرج، احياء كبيره ومنها ست مشاريع في شوارع حيويه. طبعا اخي العزيز، كانت الشقاوي موجوده من هذه الشوارع اتعبت الناس، خاصه في الشارع 24 الموجود الموازي للهايبر، وكذلك في الشارع الخط الدائري للباصات. الان طبعا ما بتكون باذن الله تعالى في الان جديه في الموضوع، بحكم انه شدد محافظ حضرموت وشدد مدير مكتب الاشغال العام والطرق بالمحافظه المهندس صالح فايز العمري، شدد عليهم على اساس انه بتصير جد في الموضوع بحكم انه قرب شهر رمضان وبتصير فيها ازدحامات كثيره. والحمد لله رب العالمين، الان بدا العمل تقريبا بينتهي من وسط حق الخط الدائري حق الباصات بدا العمل فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين، كذلك الشارع الخامس استاذ انور الصيانه بيبدا ان شاء الله تعالى السفلت فيه ويفتح ان شاء الله قبل رمضان. نعم. هي جميلة المشاريع وشكاوى المواطنين مثل ما أشرت يعني لإصلاح هذه الطرقات، لكن أنا أسألك يعني لماذا التزمين في هذا الوقت؟ يعني بالإمكان تكون مثلا من شهر رجب أو بداية شهر شعبان عشان تكون فرصة، الآن زحمة في الطرقات أستاذ أنور. أقول لك الأشياء الجميلة أنكم وشكاوى الأخوة المواطنين بأن هذه الطرقات يعني محفرة وغير صالحة، لكن لماذا يأتي التزمين في هذا الوقت المتأخر مع زحمة الناس في منطقة الشرج المكتظة بالسكان؟ أخي العزيز، فعلا الوقت الذي بدأ العمل فيه طبعا وقت مزدحم شوية مع شهر رمضان، ولكن أخي العزيز لما يأتي شيء نحن لا نرفضه، خاصة لما يكون في صلاح للبلاد والعباد يعني. نعم. الوقت ضيق جدا والعمل باذن الله تعالى طبعا فعلا في شهر رمضان بيبدا يتم الازدحامات، وعندنا خاصه منطقه الشرج خصوصا ما تكون مزدحمه، لكن للعلم في كل اشهر رمضان عندنا ازدحامات موجوده اصلا. نعم. من ناحيه المواطنين ومن ناحيه السيارات ومن ناحيه كل شيء. نعم. الخطه الان موجوده عندنا احنا، سوف تتم ناشدتها مع العميد
عبد الله بيعشوت مدير عام مديريه مدينه المكلا، بجلوس مع مدير مكتب الاشغال ياسر قندوز، وبرضه اليوم انا جلست مع نيابه ناخ حضرموت باذن الله تعالى عشان العمل الذي منقوم به شهر رمضان وامكانيه ومن الناحيه القانونيه كيف استاذ انور باذن الله تعالى. نعم استاذ انور باذن الله يقول بيكون العمل مستمر باذن الله باذن الله تعالى. برضه ايضا هناك في شوارع الموازي لشارع الهايبر تقريبا اكثر من شهر هذا الشارع واهملته هذا الشارع، يعني العمل لم يجري في هذا الشارع، له يعني اسفلت وله يعني طريق يعني يمر، كان اول لا باس، الان شهر والطريق هذا موقف. الشارع قصدك الموازي للهايبر 24؟ نعم الموازي للهايبر. نعم الشارع كله موازي للهايبر يتسلم من المقاول هذا مؤسسه المالك قبل فتره، والحمد لله الان اللي مؤخر الموضوع مؤخر بدايه العمل الدك والاسفلت اللي مؤخره ما مشكله المجاري يا اخوي العزيز. تعرف انت المجاري كانت هي السبب العائد اللي يسكت طبيعي ان تروح ملايين الملايين حق الدوله. نعم. بسبب عدم حل مشاكل المجاري. الان المحافظ حضرموت ومدير مكتب الاشغال. نعم. والمؤسسات الداعمه برضه بتكون موجوده، السلطه الصحي برضه موجود في الشارع، الان يتم معالجه المجاري في نفس الشارع. نعم. اذا لم تتم المعالجه ماشي فايده المسكين. فهذا كان توجيهات. نعم. المحافظ حضرموت. نعم. على اساس معالجه. نعم. وضع الموضوع المجاري وموضوع استاذ انور استاذ برضه عندنا في الشارع الثاني يا اخي العزيز ان شاء الله الشارع الثاني. نعم. عندي مزد عند رمضان. ولكن سوف تتم معالجه المياه الامطار استاذ انور. كانت الحلول لا توجد في حد معالجه مياه. نعم. الامطار في الشوارع. نعم. هي تمسك بثلاث شوارع وبس استاذ انور. الحمد لله رب العالمين يعني باذن الله اخر مشروع على الشارع 24 الموازي الهايبر بحكم ان الان يتم اصلاح المجاري كامل حتى. نعم. حد البيوت دخلت في المشروع يا اخوي العزيز. أستاذ أنور أنتم اللي تقومون الآن بتنفيذ بعض الحملات على البساط والباعة المتجولين داخل منطقة الشرج وهم كثير من أيضا الحملات هذا تقام في شهر شعبان الآن وأيضا الازدحامات كثيرة، لماذا قبل هذا الوقت تقومون بمثل هذا؟ لما يأتي هذا الوقت تكون الأزقة والأرصفة يعني خالية من الباعة المتجولين. استاذ انور تسمعني؟ انا اسمعك بوضح شويه. بالنسبه للحملات التي تنفذون هذه الايام لازاله البساط والبسطات والباعة المتجولين، ايضا الان زحمه الناس في شوارع المدينه او في الشرج، لماذا يعني قبل هذا الوقت تقومون بتنفيذ هذه الحملات؟ ياتي هذا الوقت والارصفه خاليه من البسطات والباعة المتجولين. طبعا اخي العزيز هذا السؤال طبعا جميل جدا. طبعا نحن نبدا او كل سنه نبدا في حملاتنا في تقريبا في نصف من شهر شعبان او ما قبل النصف، يكون لما يدخل علينا شهر رمضان نعجز عن الحملات لانه طبعا الناس صعب ولازم نعمل لهم حلول موقفا لشهر رمضان فقط. شهر رمضان طبعا كل المناطق الباعه في المناطق يتحولون لمسقط الشرج بحكم الازدحامات الموجوده عندي. فتصبح العوائد كثيره عندنا، لازم نعمل حلول قبل دخول شهر رمضان علينا. قمنا بحملات كثيره، طبعا صفينا الشارع الرابع، كان الشارع الرابع مزدحم. اذا كان مزدحم الشارع الرابع في الايام العاديه من شهر شعبان، فما بالك شهر رمضان. عندنا الشارع الاول، نحن طبعا طالبنا بوجود المرور معنا شرطه المرور، وباذن الله تعالى بيكونوا موجودين، نحن بدينا في رفع جميع الباعه من السبل للسفل، خاصه للسفل. نعم. رفعناهم الى الارصفه. طبعا تعرف يا اخوي منطقه الشرج تعاني من عدم وجود اسواق شعبيه فيها، اسواق شعبيه اقصد حكوميه. نعم. اسواق شعبيه حكوميه لا توجد فيها. نحن طبعا نقوم بعمل حلول ليست جذريه ولكن حلول مؤقته. نحن طالبنا السلطه المحليه بالوقوف معنا ووقفوا معنا وقالوا خلاص طلعوه من السفل الى الرصيف على اساس تربط الله. طبعا اكثر عندنا من 520 بسطه 520 بسطه تقريبا ما بين الشارع الثاني والثالث. طبعا اخي العزيز كيف تسوي ناس ساكنين الله وضعهم صعب. الحاله الماديه صعبه في مش في المكلا بس بل في انحاء المدينه الجمهوريه كلها. نعم. فلما بقطع حتى الان بعتبر نفسي انه ظالم اخوي العزيز. لازم نقوم بعمل حلول حتى نبعد الضرر بس ان لا يكون هناك ضرر او اضرار. نعم فعلا. لازم تمشي الخطوط وفي نفس الوقت لا نحرم البايع من بيعه اخوي العزيز. استاذ انور بالنسبه للاسواق الشعبيه التي تتحدث عنها، يعني هل حثيتم السلطات المعنية بعمل لكم مثلا سوق شعبي
كما سمعت انا اول يعني خلف الهايبر او خلف سوق السمك يكون سوق شعبي مثلا، وتوضعون هذا للباعة المتجولين والبسطات في هذا السوق، ويكون السوق يعني منظم مهيئ للمواطن وايضا للبسطات او هذا البائع. أخي العزيز طبعا حتى إذا أن تكون السلطة تقوم بشراء حتى أرض، لأن تعرف أنت الوضع في البلاد كلها مصروفة، حتى إذا أن تقوم بشراء حتى أرض على أساس تكون سوق شعبي لهذه المساكين، منضمهم فيه من بائعين شعير، من بائعين ملابس، من مفترشين خضرة، من 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 طبعا نحن قد قمنا أصلا بطرح توجيهات من السلطة المحلية بمديرية مدينة المقلة، وقمنا بعمل حملة على أساس دخلنا أصحاب الخضرة إلى سوق المركزي عندنا في سوق الخضار، ولكن ترى المواقع الموجودة الذي أعطوهم إياها طبعا بتكون بعيدة شوية، والجماعة لا بقول بكل أمانة يعني في جلسة المكلة الحملة في البداية تشن ليش؟ لأنه لا توجد صور شعبية. طالبنا السلطة المحلية على أساس أنه من جاد لنا موقع، وبإذن الله تعالى هم أبدوا استعدادهم، نحن الآن في حالة ندور مواقع بإذن الله تعالى، ويكون سوق مركزي شعبي يضم كل الباعة الموجودين في مكتب سري. وهذا سبب رئيسي يا أستاذ أنور. أي تراث في الشارع عليها إنجاز لنا موقع على أساس نقوم ويخدم وضمهم في هذا السوق، ولن ترى بإذن الله تعالى أي عشوائية في الشوارع. نعم، يعني هذه الحملة ليست الأولى، أنتم نفذتم حملات كثيرة في الأعوام الماضية وفي بين فترة وأخرى تنفذون مثل هذه الحملات، لكن لا تستمر هذه الحملات، بالكاد تكون أسبوع شهر وترجع حليمة لعادتها القديمة، فهل هناك من حلول جذرية يعني تنهي مثل هذه الظواهر السلبية داخل مثلا منطقة الشرج وهي أكبر منطقة في المكلة؟ أخي العزيز إذا قلت لي قبل شهرين أن ترجع حليمة إلى عادتها القديمة أنا بصدق صح كلامك. نعم. لكن قبل شهرين نحن عملنا حملة قبل شهرين، وأنا أتكلم الآن من جناة المقلة والكل يسمعنا ومشاهدينا ومتابعينا ومحبينا يتابعونها. نعم. طبعاً الحملات قبل شهرين عملنا آخر حملة قبل شهرين وقمنا بها وعملنا يعني عقوبات رادعة للمخالفين وحجز بضائعهم وكذلك دفع الغرامات رسائل رسمية قمنا بها ولله الحمد من قبل شهرين إلى اليوم. أنا أكلمك أحسسك يعني الأمور طيبة، الشارع الثاني الحمد لله فتح طبعا فيه، بس اللي ما يعرفون بعضهم يجون جديد ما يعرفون يفتح بضاعته فترة في السلك، يجون موظفين عندي وبعض مراقبين العصر يداومون في فرح مول اثنين، في الهايبر عند عفوا ساحة جامع الشري اثنين، في الشارع الثاني واحد، ابن عزول واحد. جهود أخي العزيز اللي نقوم بها حاليا مش بسيطة، طبعا مصلحة الشرق تعرف إذا سكتنا بتخرج عن السيطرة وبتغلق الشوارع ولا بتجد حتى تراك واحد يعبر فيه مواصل. نعم. أخي العزيز نحن لن نطلع، لكن حد رجوع البساط لن يكون بإذن الله تعالى، لكن في شهر رمضان أنا أتكلم لها في شهر رمضان الشارع الثاني مغلب من بعد صلاة الظهر إلى ما قرب المغرب، هذا جزء معروف حالة استثنائية في كل رمضان، روحانية رمضان تكون في مسكة الشرج بحكم أنها أسواق شعبية. لابد أن يتم الوضع على ما هو، ناس ينزلون ويبعون في وسط الشارع لأنه يغلق كامل من الشارع. أشكرك الأستاذ، أشكرك الأستاذ أنور قاسم المسطي مسؤول المنطقة الثانية بالشرج التابعة لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا، شكرا لك. حياك الله. طبعا استمعنا لمسؤول المنطقة الثانية الشرج مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا للإجابات التي طرحناها عليه، وهي طبعا يقول توجد في منطقة الشرج وحدها 520 بسطة وهي عدد كبير، يعني كيف تنظم هذه البساط، لكنه وعد بأنها تكون هناك يعني أسواق شعبية منظمة لمثل هذا الباعة المتجولين داخل منطقة الشرج، تكون خارج المدينة تكون سوق مرتبة لأجل تكون الشوارع والأصفة داخل أحياء وشوارع الشرج يعني خالية من الباعة وأيضا البساطين، وتكون الشرج يعني فعلا يعني
قبلة المكلا، وهي منطقة جميلة يرتادها العديد من المواطنين المحليين وأيضا من الزوار. ونحن كما قلنا في شهر شعبان والنصف الأخير من شهر شعبان تزداد الحركة في هذه المنطقة، ناهيك عن ازدياد الحركة أصلا في شهر رمضان، وهما يقول بأن يغلقون بعض الشوارع في شهر رمضان من الظهر مثلا إلى العصر أو إلى المغرب، هناك حركة كبيرة تكون في هذه المنطقة. أيضا الطرقات أكد في بعض المبررات التي أوردها الأستاذ أنور بأن هناك تعمل مكتب الأشغال على الكثير من حل هذه الطرقات داخل منطقة الشرج. عموماً الوضع يتم هكذا، نحن نطرق الأبواب مثل هذه المواضيع الشائكة والمهمة، لكن الجهات المعنية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار في تنفيذ ما يقولونه ويعدون الأخوة المواطنين، لأن هي خدمات تمس المواطن بدرجة أساسية. ونقول بإذن الله تعالى نلتقي في حلقة الأسبوع القادم وموضوع آخر من الآخر. إلى اللقاء.